مادام بقى دول بتفضل بتسجل او بتصور واحنا شغالين، اعمل انترابشن في اي وقت، اسال في اي وقت، مفيش اي مشكله. احنا مفيش يعني بنفضل عليه جدا، اي حته مش فاهمها تقف عندها علشان ما نضيعهاش ونجي بعدها نلاقي السبب ماشي. ما تعملش الاتصال هتكون موجوده معاك، لان الحته اللي هتطير منك انت بتسمعها دلوقتي تفضل طايره منك وانت قاعد بتتفرج على الفضاء. فالحاجه اللي تقع منك تصحصح عليها علشان ايه؟ عشان الدنيا ما تتبنيش على بعض المال. طيب اوكي، المحاضرات وصلتكم؟ انا عارف ان اخر توتوريال ما اتاخدش اسبوع، انما المحاضرات وصلت الناس شافت المحاضرات والدنيا ماشيه ولا ايه؟ بس شويه نبدا نصحى لان احنا خلاص كنا باين اسبوعين تقريبا ونقول ميد ترم. بالظبط الاسبوع اللي بعد كده هيبقى ميد ترم، فابتدانا النهارده يبقى عندنا مسائل. طيب تعالى نراجع كده ايه سريعا مع بعض الكلام اللي خدناه، بس مش مراجعه محاضره، مراجعه مساله سريعه كده نطلع مع بعض. احنا كل خدنا القوانين بتاعت المشين موبايل، طبعا انت لسه ما ذاكرتش مش هقول لك ايه هي القوانين اللي انت خدتها لحد دلوقتي. فالمشين موبايل بيساوي ايه؟ ال ال على اس داش في الاي. المفروض انت فاهم بقى من غير ما يعني ماشي، بس المفروض فاهم مين ال مين الاي مين الاس داش وهكذا. ها مين ال؟ ال اللي هو مين؟ بس اللي هو الطول الفولي، بدل ما نعمل بريك داون تمام، هو اللينس، بس اللينس انكلودنج ايه؟ شويه الاوفر ترافل اللي احنا بنضيفها في الاول وفي الاخر او قبل او بعد. ها بالمره بقى تقول الاس والاس داش، خلينا نخلص من اللي مره واحده، والاس زد بالمره مع انها مش موجوده في القانون. اوكي؟ ايوه مين الاس ومين الاس داش ومين الاس زد؟ الاس اللي هي ها؟ الاس اللي هي الفيد، ها الاس داش الفيد ريت، ها وهنا الفيد برضو بس لكل سنه. الفرق هنا ان الاس كانت مليمتر بير ها ريفولوشن، الريت تبقى مليمتر بير منت، الاخيره تبقى مليمتر بير بالظبط لكل سنه. الاي النمبر اوف ها باص هتعملها على كم مشوار، ودي كانت بتساوي اللي كنا مسمين البارامتر مين، اللي هو التوتال دبث كات او الالاونس اللي عايز يتشال على الدبث كات الالاونس اللي هو يتعمل كله. اوكي؟ بيتهيألي اكتر من كده ما كانش عندنا القوانين. يمكن كان عندنا القوانين بتاعت السرعه، ها في كانت بتساوي باي دي ان على 1000، وكانت متظبطه بال 1000 كده عشان تطلع اوتوماتيك متر بير ايه؟ بير مينت، وان الدي بالمليمتر والان بالار بي ام. الـ depth of cut ماشي، الـ depth of cut بتساوي اللي هي دي ماينس دي على 2 طبعا ده في حالة التيرنينج، اتش ناقص اتش في حالة الميلينج او وات ايفر كان ايه؟ العلاقات ما بين الاس كانت عبارة عن ايه؟ اس بتساوي اس زد في زد، والاس داش بتساوي اس في ان. اوكي؟ طبعا دول ايدي ان انا اول ما الاقي مسألة وراسي على القوانين كلها ومش بسمع كل قانون هيطلع في الوقت ده. طيب تعالى يا مثلا بيقول لك فور سنجل باس، سنجل باس عباره عن ايه؟ يعني اي بكام؟ اي بواحد، يعني المشوار واحد بس. لونجيتيودنال تيرنينج اون ا ليف، يعني الخراطة عايزها على مسطرة. عايز يثبت الماشينينج تايم، يبقى هو المفروض الراجل في المسألة دي عايز يحسب الماشينينج تايم، والمشوار بتاعه مرة واحدة يبقى هو ال على اس اتش، يبقى انا كل اللي مستنيه ال ال والفيد ريت. ال ريتس والفيد ريت تبقى المسألة خلصت. One piece of 100 millimeter diameter and 200 millimeter length. الثاني diameter والثاني اللينث. يبقى الطول اللي هو بيقولي ده الطول بتاع ال one piece 200 millimeter، والديامتر اللي هو قال عليه 200 millimeter. At 120 meter per minute and 0.2 millimeter per revolution. مش قادر اسمعها. المفروض اليونتس بالنسبه لك امين يقول. 120 متر بير مينت دي تبقى مين؟ لا ها متر بير مينت، متر بير مينت التغذيه بتعمل التغذيه في حاجات صغيره. متر بير مينت ده مديني مين؟ الفلوستي دايركت على طول 120 متر بير مينت، والاس بكام؟ 0.2 مليمتر بير ريفولوشن. لو بصيت المفروض ان كل حاجه موجوده دايركت، يعني انا دي كده هزود عليها شويه اوفر ترافل زي ما انا حافظ لها ال اي وال بي 5 و5، يعني 210 ملم بالاسبشن بتاع الاوفر ترافل.
موجود. الاس علشان تبقى اس داش محتاجه مين؟ ها؟ محتاجه الاس ومحتاجه الان. طب ما هي الاس دي جيفن، يبقى انت مين اللي فاضل عندك؟ الان. هجيبها منين؟ ما هو مديني الاصلي، ها؟ الاصلي بتساوي ايه؟ باي دي ان على 1000. ده جيفن ب 120، ده جيفن ب 200، يبقى انا اللي فاضل عندي هنا اقدر اجيب مين؟ الان ان ار بي ام. وانس ان انا جبتها سي مثلا طلعت 1000 ار بي ام مثلا. وانس ان انت جبت ال 1000 ار بي ام، ارجع هنا جبت الاس داش، يبقى اذا الماشيننج تايم بتاعي هيساوي كل اللي انا حسبته وهو الملي متر على الاس داش اللي انت جبتها وهي الملي متر بير مينت. يطلع لك الماشيننج تايم هنا وات ايفر كان بكام؟ هيطلع لك ايه؟ اوكي؟ نو نيد ان انت تكتب المساله محلوله معاك بالارقام عشان لو حبيت تراجع. هنا مكتوب ب 100 خلاص، يبقى هي دي اللي غلط. انا حاسس انا حطيت الاثنين ب 200، يبقى الدايمتر ب 200، ب 100 يبقى الدايمتر ب 200. اوكي؟ ال بي لحد ما اطلع الماشينينج تايم ار بي ام، ادي الماشينينج تايم. اوكي؟ طيب تعالى الحاله دي مفيش تفكير زياده هيتعمل، مفيش قوانين زياده هتتقال، الا ان شكل السيتويشن هنا مختلف شويه. ان انا هنا بعمل ايه؟ فيسنج. هو ايه فيسنج في الافتراضات؟ ها؟ حد سمع عنه قبل كده؟ ايه هو الفيسنج في الافتراضات؟ احنا كنا عدينا على الاوبريشنز بتاعت الترمين كده سريعا المره اللي فاتت. الخلاطه اللي عندك ان انت بتريديوس الدايمتر، بتشيل من الدايمتر. الفيسنج اللي انت بتعمل فينشنج او بتعمل ماشيننج للجنب بتاع الشغل، الجنب بتاع الشغله اللي هو ده. ففي الفيسنج القلم المفروض بيبقى واقف كده وبيتحرك المره دي كده، مش بيتحرك كده. دي كده اللي اسمها الخلاطه العدله او الديكيوبر تيرمينج. القلم لما يتحرك كده دي اسمها الفيسنج، سواء كانت دي او دي. مين هي الحركه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ هي مين؟ الاس اللي هي دي. لان في كل الحالات بتاعت الترنينج المين موشن اللي هي الان او الفي بتبقى عباره عن الايه؟ الحركه الفوقيه. الجديد ان انا المره دي هيبقى عندي اسطوانه. انت كنت دايما بتسال هو طول التشغيل قد ايه؟ علشان احسب منه ال اللي القلم هيمشيها. صح؟ طب انا المره دي القلم بتاعي واقف كده وهيمشي كده. يبقى فين ال اللي القلم هيمشي؟ ها؟ هيمشي من هنا لحد هنا. اوعى تقول لي ده، لان احنا متفقين في التيرنينج الشغل كله بيتم لحد مين؟ لحد السنتر، لان العمليه من بعد كده اخبارها ايه؟ متكرره. اوكي؟ اذا كان القانون الجنرال بتاعك ال بتساوي ال اي اللي هي الابروتش زائد ال ورك بيس اللي هو طول الورك بيس زائد ال بي اللي هو الاكزيت اوفر ترافل، الحياه مختلفه شويتين النهارده. المره دي لو الايدج ده عامل كده هيبقى فيه ال اي انا مع كام، وهيبقى في حد هنا ال ورك بيس، انما مفيش ال بي، مفيش اكزيت اوفر ترافل، لان انت بتوصل لحد السنتر وتقف. يبقى انا كل اللي محتاج اعرفه ايه؟ هشيل دي واقوم حاطط ال ال ورك بيس زائد الاوفر ترافل اللي احنا بنفرضه اباوت ايه؟ 5. ال ال ورك بيس في الحاله دي عباره عن مين؟ اوعى تقول لي الطول بتاع الشغل، انا ماليش دعوه لا طول ولا عرض ولا تخن ولا ارتفاع، انا ليا في المسافه اللي القلم بيمشي. القلم بعيدا عن الاوفر ترافل هيمشي مين؟ هيمشي من هنا لهنا، مين المسافه دي؟ ها؟ مين المسافه دي؟ دي عارف. اوكي؟ الريديوس، بس احنا هندسيا قلنا ما بنتكلمش بالريديوس زي ما بنتكلم بالايه؟ بالدال. يبقى كل الاضافه اللي هتتعمل هنا لما الراجل يقول لي فيسنج، كل الكويشن اللي يجي في دماغي هو الفيسنج ده هيتعمل لدايمتر قد ايه؟ يطلع طول الشغل قد ايه؟ ما يتعملش. اوكي؟ نفس القانون مش مشكله. وفي الغالب الفيسنج بدون ما بيتكلم كتير، في الغالب الفيسنج بيبقى بيتعمل على ايه؟ على فراغ. جميل. هنا ال بي راح طبعا بزيرو زي ما اتفقنا، دي الابروتش بتاعتنا اللي بتفرضها ب 5 مللي، وده الورك لينث، واحنا عارفين ان الورك لينث بتاعنا هو دايمتر
عدد. فلو دي مسألة خلاص بقى مسألة فيسنج مش محتاجة تعويض، دي مسألة بقى الحالة الأخيرة في المسائل عندنا اللي هي الحالة بتاعت الدريلينج. لو عايز أحسب ماشينينج تايم في الدريلينج برضو على نفس القوانين دي ما فيهاش اختلاف، بس الاختلاف المرة دي إن الدريلينج ما جواش سنجل بوينت كاتنج تول، أما الدريلينج إيه؟ دبل أو زي ما بيقول مالتي بوينت كاتنج تول، والعدد البوينتس بتاعته ديفينيت اللي هو 2 معروف بالعدد. في الدريلينج هي بتتحس. طيب تعال شويه هخش هنا بقى في التفاصيل بتاعه دي. الاس داش بتساوي هنا ايه؟ اس في ان، والاس في ان الاس لوحدها بتساوي زد في اس زد. ليه الكلام ده؟ لان الدريلينج لو اداني تغذيه مليمتر بير ريفولوشن يعني اس اهلا وسهلا، انما لو اداني مليمتر بير توث اعمل ايه؟ مضطر اضرب في عدد الاسنان. عدد الاسنان في حاله الدريلينج هنا كام؟ 2. يبقى لما يقول لي 0.125 ملم بير توث يبقى هو بيتكلم على 0.25 ملم بير ريفولوشن، على اساس ان انا حسبت ان الزد هنا بكام؟ اوكي از يوجوال الان مش موجوده، بس اكيد الراجل كان بيديني السبيد، والسبيد مع الدايمتر اقدر اطلع منها الان زي ما احنا متعودين. اوكي جميل. عندي هنا في الدريلينج ايه اللي بيحصل؟ بيقول ان في اوفر ترافل واكس الابروتش والاكس اوفر ترافل الاثنين موجودين اللي هو الان ايه والان بي، زائد في حته بتفرض زياده شويتين لما يكون ثرو هول زي ده اسمها السي. مين هي السي ديت؟ السي هي الرسمه اللي مرسومه قدامك هنا بالظبط،
ان انا لو مسكت الحته دي في التويست بيرد هتلاقي عامله كده. لو رسمناها مثلثات هتلاقيها عامله كده. تعال نحط الدايمنشنز بتاع الطرف بتاع التويست بيرد. المسافه دي ليها مين؟ دايمتر. انا عايز المسافه دي. اشمعنى عايز المسافه دي؟ لان المسافه دي مجموعه عليا. لما حد بيجي يتكلم على هول انت بتتكلم على النقطه دي بتتحرك قد ايه، بس الدبث بتاع الهول ما بيتحسبش. النقطه دي الدبث بتاع الهول بيتحسب منين؟ بيتحسب لهنا. يبقى انت غصبا عنك المشوار لازم تزود عليه الحته دي لان هي شغاله معاك مع انها مش محسوبه في الدبث بتاع الهول. لو تفتكر في الرسم خدت رسم جميل مش كده؟ اي ثقب لازم يتعمل بتلاقي الطرف بتاعه معمول كده، لان اتس نوت اني رياليستيك ان واحد يعمل ثقب في رسم هندسي وثقب هو عامل كده. دي ازاي؟ عملته ازاي؟ ده ما يجيش غير انه كان معمول بالمنظر ده وبعد كده عملت له انترنال بورنج علشان تشيل الكونيكال هيد اللي موجوده، فالكونيكال هيد دي موجوده غصب عننا. كنا بنرسمها على زاويه كام؟ فاكرين؟ 120 درجه. اشمعنى؟ الستاندرد انجل بتاع الستاندرد معظم الحاجات في الستيل 120 درجه. تلاقي حاجات زي الالمنيوم بتحس 159 درجه او حاجه زي كده. ليه؟ عايز عايز ادخلها لان انا محسوب معايا في المشوار. يعني المشوار اللي الهيد بتاع الكويست ديل بيمشي من اول هنا لحد نهايه الهول. تمام؟ ان انا هندسيا انا لما بقول لك الدبث بتاع الهول بحسبه لك لحد فين؟ لحد الدايمتر. حته المثلث دي مش جايه في الابعاد. يعني لما اجي اقول لك هول الهايت او الدبث بتاعه 80 ملم انا ما ببقاش قاصد حته راس المثلث دي، انما في الماشينينج يعني محسوب عليا. عشان انا زودت اوفر يعني الاوفر ترافل ده الابروتش بتاع الدخول والخروج. اللي لو كان بلايند هول مش هيبقى فيه اوفر ترافل لفوق. يعني لو كان بلايند زي ده مش هتحط اوفر ترافل لفوق. انما لما يكون ثرو زي ده انت بتحط اوفر ترافل لفوق علشان تضمن ان راس التويست اللي جرالها خرجت. غير السي. السي دي عباره عن ايه؟ المسافه الطبيعيه اللي انت زودتها للمشوار عشان خاطر المثلث اللي مش محسوب في ارتفاع الهول. يعني الرسم الهندسي كان راسم لك الهول عامل ازاي؟ راسم لك الهول عامل كده وحاطط لك الابعاد على مين؟ على ده. انا كواحد بتاع ماشينينج انا ما يفرقش معايا ده، انا اللي يفرق معايا هقطع من فين لحد فين. فكان حته السي اللي انا ضفتها دي بعدل بيها مين؟ بعدل بيها ال ورك بيس، لان الطول بتاع ديبث الهول مش هو ال ورك بيس. اوكي؟ خلصنا منه. نبدا نتكلم في الاوفر ترافل والابروتش. الابروتش اللي هو ايه اللي ايه؟ اللي هو المدخل بتاعي. لو هخرج من الشغله هيبقى عندي هنا مين؟ ال بي زي المساله دي، لان المساله هنا قالت لي ايه؟ ثرو هول. اوكي؟ لو بلايند هول مش هخرج من الشغله يبقى زيه زي الفيسنج، ال بي هتطلع بكام؟ بزيرو. جميل. انا بوريك بس بتتحسب ازاي عشان لو شفتها انما في الاخر بعد اند ستوري كل الكلام ده كان بيأسلوب. ماشي؟ انت لو عايز تحسب دي علشان تزودها على طول هي عباره عن ايه؟ مش انت قلت لي مجموع الاثنين دول 120 يبقى دي لوحدها كده كام؟ ودي لوحدها كده كام؟ الدايمتر على 2 يبقى انت كده عايز المسافه سي اللي هي دي. صح؟ لو بصيت على الزاويه 60 هتلاقي تان 60 بتساوي كام؟ ها؟ الاوبوزيت على الادجيسنت. الاوبوزيت هو عباره عن دي على الاثنين والادجيسنت اللي هو سي، فاذا سي هتساوي زي ما هي مكتوبه قدامك كده دي على 2 تان 60. شيل تان 60 وحط مكانها جذر 3 على 2 فهيطلع لك جذر 3 قصدي هيطلع لك سي هتساوي دي على 2 جذر 3. اوكي؟ بيريحوا نفسهم ويقولوا لك انا بحط اوفر ترافل في الاكسيت والكلام ده، شيل الجذر 3 وقول دي على الاثنين على طول، لان دي على الاثنين اكبر من دي على الاثنين جذر 3، وتبقى كانها سي بالايه؟ بالاوفر ترافل، لان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده عباره عن ايه؟ شويه مليمترز او شويه حاجات قليله. انا قلت دي بس عشان لو شفت دي في اي مرجع ما تستمرش يا جاي. اوكي؟ هنا حط كل حاجه تمام؟ ادي الاوفر ترافل وادي الابروتش وادي المسافه بتاعت السي توتال حسب الاوفر اول اللي هو المفروض يمشيه، وهو هنا كان هيحسب لسه الان باستخدام السرعه زي ما انت عارف ان الاس زد موجوده، كل اللي محتاجه الان. الان مع الاس زد مع الزد هيجيب الاس داش، وانت اوريدي محتاج الان بتتكلم كتير زي ما انت في الاخر طلعت المشين لاين ان بت. اوكي؟ هتلاقي شويه مسائل يعني شبه دي مختلفه عندي موجوده في الاساين شيت معايا، فيعني حتى طبعا دي كلها لسه حاجات ايه؟ حاجات في الاول خالص، احنا لسه ما دخلناش في الايه؟ في الديتيلز. هل في مشكله في كده قبل ما نخش دي تحديدا في قوانين الكاونتنج اسمنت الماشينينج تايم للاوبريشنز اللي قدامنا؟ لا
لان اللي هندخل فيه دلوقتي حاجه جديده تماما ملهاش علاقه. اوكي؟ انا ليه بحسب الحاجات دي كده؟ مش انا اصلا بشتغل بايدي، انا ممكن انزل زي ما حد بيعمل. لا هو انت بتشتغل بايدك، مش هو ده اللي بتعمله بالابلكيشن. يعني ايه بشتغل بايدي؟ انا بنزل بايدي كده زي ما ايدي بتجيب على المكنه؟ لا، دي تغذيه يعني لما اكون بشغل الفيلد بشغل الاوتوماتيك فيد، فهو اوتوماتيك هيشتغل على فيد اللي اسمها اس اللي هي دي المكنه مظبوطه عليها. اوكي؟ الحسابات بتاعتي بتطلع تغذيه وهي غالبا اللي بتنظبط في المكنه مانيوال او حسبنا التغذيه، ما ينفعش انا احط قلم بالخطا ابقى قاعد شغال بالبكر وعمال ماشي ايدي كده بزيت. لا، انا بعملها انجيجمنت ديلز اللي توصلني للتغذيه، ان اول ما بيجي بتاعي واقول للمكنه اون هتوصل لاخر المشوار بالتايم اللي انا كاتبه، يعني ده كده استيميشن بالتايم اللي المكنه هتادي بيه لو اتظبطت على السيتنج ديت. مين هي السيتنج ديت؟ فيد وسبيد ودبث كام. اوكي؟ لو ظبطتها المكنه هتطلع لك. كنا قلنا المره اللي فاتت حتى ده ما اسموش كالكوليشن، هو اسمه استمت، لانه كل الكلام ده ابروكسيميشن. جبت الماشين بتاعي، ايه الستوري بتاعت الماشين بتاعي؟ احنا جايبينه ليه؟ لان في الاخر بنضيف عليه شويه اوفر هيدز علشان توصل لحاجه اسمها برودكشن تايم، اللي هو الشغله هتطلع بعد قد ايه من بطل. ماشي؟ طبعا الناس مش بتعمل دي علشان الماشين اوبريشن اللي طلع لي هنا بيتم ثلاثه، ده بيعمل الكلام ده علشان يبقى عنده الفيري اللي يقدر يستمت بيها لو هو بيشغل اسطمبه كبيره ولا هو بيشغل حاجه ما اعرفش قد ايه، عشان طلع له ماشينينج تايم اللي هو في الاخر ممكن يكون ساعات مش دقائق. يبقى عاملين حسابنا بقى في المره الجايه. ابتدائي في المره الجايه. المواعيد هتبقى يعني ستريكت فيها شويتين، 9:15، لان المحاضره هيبقى فيها اكتر من كويز. فما عندناش وقت لا نستنى ولا نضيع وقت. اوكي؟ واحنا كنا بنتكلم على موضوع الكويز دوت. انت كده كده قاعد وايدك ورقه وقلم، وانس انك اتحط لك مساله او حاجه تترسم او اي شيء يتسال عليه انت بتنفذ على طول معانا. ومش ضروري الكويز يتصحح ازم الناس حلها، خلاص يعني كان لو الكويز دي درجه الدوله. ماشي؟ انما المهم الكونتريبيوشن بتاع حضرتك، ان انت تبقى قاعد معايا فاهم احنا بنقول ايه. طيب. Another story بقى، هنتكلم في حاجه ثانيه خالص. هنبدا نتكلم على الكاتنج تول. ايه انواع الكاتنج تولز اللي احنا المفروض ندرسها؟ الكلاسيفيكيشن بتاعتها علشان نعرف التقسيم ان جنرال عامل ازاي؟ وفي الاخر اغلب واحده فيهم اللي هي السنجل بوينت كاتنج تول ونبدا ندرسها. وندرسها بالتفصيل الممل كما لو كان عندنا تول احنا بنصنعه. هتلاقي التول ديت عباره عن شويه مصدر وشويه مصدر. شويه زوايا وشويه زوايا ليها اسباب، فتلاقينا داخلين في الموضوع ده الجديد عمل كده ليه. نفس الكوانت اللي انت لسه قايله دلوقتي حالا، وانا لو شغال على المكنه بشتغل بايدي، الزوايا اللي احنا هندرسها على الكاتنج تولز ديت، العامل اللي شغال في الورشه لما القلم بيتلم ويبطل يقطع بيطفي المكنه ويفك القلم ويروح على حجر الجلف يقعد يلمع في القصف بتاعته لحد ما يشوف السلمه بتاعت القطع بقت بتلمع وبيرجع يقطع بيه تاني. الجسم دي انا بيقطع حلو، بس مفيش حاجه اسمها زوايا، اللي هو سند الايه؟ السنس. والماتيريال بتاعت القلم اللي هو شغال فيها هي ماتيريال اصلا ما تستاهلش ان انا احط القلم على مكنه سن قلم علشان ادفع فورس سن على حته قلم الماتيريال بتاعته اصلا مش مستاهلها. حاجه زي صوت هوا نايس ستيل اللي هو القلم اللي بتلاقيه بتاع قد الصباع. اوكي؟ فالراجل بيشتغل بيه بلدي اللي هو بيعمل ايه؟ بيروح يسن شويتين على حجر الجلف يرجع يقطع بيه القلم بيقطع زي الفل. لا القلم كمان شويه بدا يدخن والصوت يعلى ويصفر بيقوم فاكك القلم ورايح سنه شويتين ورجع شغله تاني وهكذا. اوكي؟ انما اللي احنا بنتكلم عليه دي الانجلز اللي اتعمل عليها ستادي، ان انت لو عندك خط انتاج شغال فيه مخارج وشغال في فرايز وشغال في مقاشر، الاقلام بتسن بزوايا عامله ازاي؟ وبعد بقد ايه ماشينينج تايم بالدقيقه من غير ما استنى القلم يدخن ولا يصفر ولا يبطل يقطع ولا اي حاجه، القلم بيتفك وبيروح يتسن ويرجع تاني طبقا لافضل حسابات اقتصاديه مش طبقا لوجهه نظر معالج الشغل عليها. اوكي؟ ايه بقى مكونات السنجل بوينت كاتنج تول؟ مكونه من ايه؟ الزوايا المهمه في السنجل بوينت كاتنج تول والسيستم بتاع الاسقاط او السيستم بتاع الزاويه. للاسف المحاضره دي شويتين فيها حته كده رسم هندسي، مش المحاضره دي جزء من الشكل ده. على حته هندسه وصفين على بعض الكمبيوتر سيميليشن
سمعت الاسم بس. فا يعني دي هي حاجة من الحاجات الشديدة شوية في التخيل. بس يعني الصور موجودة، الفيديوز موجودة، فبتلاقي العملية بدأت إيه؟ بدأت تبقى. طيب تعال نتكلم على الكاتنج تول جنب. أنا عندي عمليات مختلفة من عمليات الكاتنج وكلها على بعضها في الآخر شبه بعض، بفرق يا إما حاجات أكبر حاجات أصغر، اللي بتحصل هنا مرة بتحصل هنا ألف، بس في الآخر قصة واحدة. يعني ما بسيط جدا. طبعا ده سكيماتيك دايجرام وهو ده اللي بنشتغل عليه، وعلى فكره هو ده اللي بنبني عليه الثيوري، ان احنا مش باصين للاوبريشن فروم 3 دي بوينت اوف فيو والدنيا كده بتكلكعها معايا، لا باصصها ايه بشكل مسطح كده او حته صغيره. اوكي تيرنينج اوبريشن شيبنج اوبريشن. حبيبي صباح الفل. لا 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 الراجل اللي نايم ورا. لا انا مش نايم. لو كنت نايم ما كنتش هندهلك وازعجك. نايم بمعنى يعني خليك معايا. ماشي. حد بيقلب العربية تحت ولا في حد بيقلب العربية تحت ولا بصراحة يا عم اسف ليه بس. طيب تيرنينج وشيبنج، ايه اللي فرق بين التيرنينج والشيبنج؟ عادي جدا شكل الشغل هنا فيها ديفنت دايمتر هنا راديوس، هنا الراديوس بتاعها والدايمتر بتاعها انفينيتي، فبدل ما كانت واخدة قوس بقت فلات ها مين؟ على فكرة شبهه بالظبط، بس الفرق ان الشغلة ثابتة، ان التول هي اللي بتلف. إذا كانت هنا القطع بيحصل في نقطة واحدة مكان واحد، انستنتينيوسلي الرايش بيطلع بره واحدة في مكان واحد طول القطع، هنا الرايش بيطلع على حسب عدد الأسنان الإنجيج. يعني واضح من الرسمة دي إن انستنتينيوسلي في سنتين إنجيج. ممكن لو السكينة دي كان ليها أكثر من كده عدد أسنان بتلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أسنان إنجيج. على فكرة هو ده اللي بيدخل معانا في الحسابات، وده اللي بيخلي دي قد دي مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات في الكاتنج فورس والحاجات اللي احنا بنتكلم. اوكي سيبني هقولها لك دلوقتي. ها مين ده؟ ها الدريلنج اللي هو يعني اكيد عارف الدريلنج عامل ازاي وعدد الاسنان فيه هم اثنين مش هيزيدوا. ادي الشكل بتاع الدريلنج. دي بقى يمكن بقى ان جنرال اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنقول عليها صنفره، اللي هو صنفره او حجر جلخ او ايا كان، مش عدد بقى معدود كده من الاسنان بتاعت القطع اللي بتقطع، لا دي حاجه بتقطع بالرفنس او بالخشونه بتاعتها، زي ورقه الصنفره. ورقه الصنفره لو يعني على المايكرو سكيل لو كبرتها كده 10 مرات 50 مره ولا حاجه، هتلاقي ان هي مكونه من حتت، كل حته عامله زي السنه بتاعت سكينه الفريزه، عامله زي الالم على الصفرات، عامله زي النشاط، كل حته منهم تعتبر الم منفصل وبتقطع. اوكي؟ عايز اقول لك على ده علشان لو شفته بس في مكان ما لان هو موجود، بس مش فريكوينت قوي ان انت ممكن تشوفه. ده اسمه بروتشنج. البروتشنج او بروتش ده عباره عن ايه؟ حاجه فيها شبه من المنشار وبتشكل غالبا الاشكال الداخليه. يعني انا لو عندي بلوك حديد وفي شكل داخلي عامل كده
دي كده العمليات بتاعت الماشيننج اللي انت ممكن تشوفها في اي مكان. طيب المطلوب ان احنا نبدا نعمل كلاسيفيكيشن لعمليات التشغيل ديت او انواع التولز اللي احنا شفناها. فالكابلنج تول بتتقسم الى نوعين، يا اما مالتي بوينت كابلنج تول يا اما سنجل بوينت كابلنج تول. من الكلام اللي احنا خدناه انت تقدر تقسمهم مين المالتي بوينت ومين السنجل. المالتي بوينت نفسها متقسمه الى فاينايت نمبر اوف بوينتس او انفاينايت نمبر اوف بوينتس، يعني هم اكثر من نقطه بس يتعدوا ولا اكثر من نقطه وانفاينايت يعني ايه لا نهائي او غير معلوم. السنجل بوينت دايركت على طول هم نوعين، التيرمينج والايه والشيكنج. الشيكنج كنا قلنا ان في حاله من الشيكنج اسمها البلاننج اللي بتتعمل على مكنه البلانر، فاكرين اللي هو العكس الشغله فيها هي اللي بتتحرك في السيكوبتين. جميل. في الفاينايت عدد نقط القطع اللي بتتعد في الفاينايت هيطلع التيرمينج اثنين. الميلينج على حسب يعني لو مسكت فيه وعدتها لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى دي 10 نقط قطع ستيت فريزر. الابروتش هم ايمان هيبقوا كتير شويتين بس هو شبه الميلينج هم مبسوطين ورا بعض لو عديتهم هيبقوا. طيب الانفاينايت زي الابريسيف الديسك او الابريسيف بيبر او الابريشنز عامه اللي هي اي حاجه فيها صنفره، وزي الدرايفنج ديسك اللي هو حجر الكتف. اوكي؟ كل دول الدنيا هتلف فيهم وفي الاخر هتلاقيهم عباره عن حاجه مكبره من سنجل بوينت كاتنج. علشان كده تلاقينا في الدراسه بنبقى ايه فوكسنج قوي على مين؟ على السنجل بوينت كاتنج تول، واللي بيتقال عليه بعد كده بيتقال في دول كله. جميل. ادي السنجل بوينت كاتنج تول. قبل اي حاجه لازم اعرف ازاي ارسم سنجل بوينت كاتنج تول، لان كل اريا فيها مهمه وهنبدا نتكلم هي ليه شكلها عامل كده، لان شكلها ده بيطلع ان هي لما بتتسن بتبقى كده. طبعا ده مش شكل حقيقي بس في دي موديل ليها بس يعني يعتبر دياجرامات ليها، بس عايزين نعرف هي ليه شكلها هيك. مبدئيا الراجل لو مسك حته قلم لسه شاريه قلم قلم مخرطه مش بتكلم قلم رصاص يعني بيبقى شكله بالمنظر. لو عايز يسن هيسن كام سطح؟ يعني في كام سطح؟ طبعا السن هنا مش بان هو هيمسك مره ويقعد يسن، هتحطه على حجر الجلد، حجر الجلد هياكل الحته المحطوطه لحد ما يوصلك للمستوى اللي انت عايزه. اوكي؟ كام سطح هيتسن؟ خمسه. ها؟ طيب خليني اكتب لك حاجه، انا عايز اوصل الى معناها ايه دي؟ سنجل بوينت والنقطه ناتج على التقاطع كم خط؟ طيب وكم سطح؟ النقطه ناتج على التقاطع كم سطح؟ طب نقطه الاصل اللي هي الاورجن اللي هي الزيرو ناتج على التقاطع كم مستوى؟ هما ثلاثة اكس وواي واكس وزد واي وزد ثلاث مستويات رئيسية صح؟ لو بصيت على النقطة اللي في الكورنر تحت دي تقطع كام سطح؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة صح كده؟ يبقى أنت محتاج تسنها كام؟ 3 فيسز أو 3 بلينز. أوكي؟ لو سنيت ثلاث مستويات هتلاقي الثلاث مستويات تقطعوا في إيه؟ نظريا طبعا تقطعوا في إيه؟ في نقطة. هي النقطة دي بتاعت القطع هي النقطة دي هي النقطة اللي احنا بنسميها سنجل بوينت كابلنج. اوكي؟ طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل زي الراجل ما هيعمل بالظبط وهو بيسن، بس احنا بنعمله كده بالرسم. ده كده شكل القلم، هو لسه شاري القلم، القلم ما فيهوش اي حاجة معمول لها كونفجريشن او اي حاجة معمول لها تشكيل او سن. اول حاجة هيعملها ان السطح اللي فوق اللي هو هيطلع عليه الرايش كمان شوية هتعرف الكاركترستكس او الادفانتج او الدور بتاع كل سطح، السطح اللي فوق ده هو اللي هيطلع عليه الرايش، فما ينفعش يتساب ضفت بالمنظر ده. هنعرف كمان شويتين ان هو يا هيميل كده يا هيميل كده، يعني انا لو القلم بتاعي كده والسطح اللي انا بقول عليه هو السطح اللي فوق ده اللي هنسميه فيس، ما بيتسابش كده زيرو، يا اما هيكون مايل كده يا اما هيكون مايل كده. اشمعنى؟ القلم لو بيمشي في هذا الاتجاه وانا ميلته كده هيرمي الرايش قدام القلم. القلم لو بيمشي في كذا الاتجاه انا ميلته كده وانا ماشي كده هيرمي الرايش فين؟ ورا القلم. دي
ده اوبشن وده اوبشن، ده ادفانتج وديسادفانتج، ده ادفانتج وديسادفانتج، ده يستخدم في اوبريشن ده يستخدم في اوبريشن. ايه اللي ليه في القصه؟ ان السطح ده مش هيقدر لازم اللي جرام يمين، فبيعمل ايه وهو بيسن؟ بيجي هنا يحدد فاصل الاول ايا كان الفاصل ده، وبعد كده يقطع الجزء اللي فوق بحجر الجلف، يعني هينزل حته، هينزل يعني هينزل حته اكتر من حته علشان السطح يطلع ايه باين، ويكمل الجلف بتاعه وهو حاطط القلم على الترابيزه بالشكل ده كان بالظبط قطع الجزئيه دي. يبقى انا كده ايه اللي عملته؟ ستيب داون من الحته العدله بتاعت القلم، بس الستيب داون ما كانش عدل، الستيب داون بينه اللي يخليه يميل كده مره يخليه يميل عكس مره ثانيه، ده ابلكيشن وده ابلكيشن. ايه اللي فاضل؟ ادي اول مستوى اكسن، وهنسمي المستوى ده كمان شويتين مستوى الفيس او التول فيس. اوكي؟ بعد كده عايز اعمل الكاتنج ايدج الرئيسي اللي هيطلع، هيبقى الكاتنج ايدج الاكبر وهنسميه المين كاتنج ايدج. اجيبه ازاي المين كاتنج ايدج؟ لو خدت نقطه هنا في المنتصف وقمت قاطع كده عشان تعمل مستوى، قاطع كده تعمل مستوى، هيطلعوا الاثنين قد بعض. صح؟ بيبقى فيه هجر من القلم ان في حته قد حته وير ان واحده منهم بس بتقطع، فبنعمل ايه؟ بياخد النقطه قريبه المكان ويخلي كاتنج ايدج كبير وواحد تاني صغير كده هيتسمى برضه كاتنج ايدج، فما بيقطعش بس موجود وهنعرف السبب بتاعه. ومن بعد ما فصل دي ينزل هنا بمستوى لتحت وينزل هنا بمستوى لتحت علشان يسيب لي في الاخر ايه؟ النقطه بتاعت فهينزل دي كده بمستوى مايل لجوه اهي، والثانيه اللي ورا دي هتنزل برضه بمستوى مايل، هتبقى عامله كده. لو شلنا الزياده دي ادي شكل السنجل بوينت كاتنج. فين نقطه القطعه او البوينت نفسها؟ اهي المستوى اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ اسمه فيس افقي؟ لا، هيبقى مستوى مايل. ليه؟ عشان هو اللي هياخد اتجاه الرايش. المستويات اللي انا لسه عاملها دلوقتي على جنب الاثنين اسمهم فلانك، لان الاثنين شبه بعض بالظبط، بس واحد كبير شويه فبيتسمى المين او السايد فلانك، الثاني صغير شويه فبيتسمى الاند او الاوكسيلري. مين اللي موجود في منطقه القطع؟ المين. هما الاوكسيلري ده وظيفته ايه او اتعمل ليه؟ هنشوف دي بقى. لا انا وانا بسند التول هطلعه مايل علشان لما يجي يقطع والريش يطلع من الماتيريال ياخد زاويه الميل اللي هو طبعا. اوكي؟ طب سؤال، الفلانكين دول يعني واضح ان انا لما مسكت القلم ده وسميت فيس، جيت علشان اعمل الوش اللي شبه بوز المركب ده قمت نازل بالفلانكات كده. اوكي؟ الفلانكس دي نزلت عمودي على الارض ولا نزلت لجوه ولا نزلت لبره؟ ها؟ لجوه، ده الكلام المنطقي علشان تخلي البوينت ها از ذا موست ادفانس، تخلي البوينت هي اللي على فكره شبه جزء المركب بالظبط. ايه الحكمه في هذا الموضوع؟ ان دول ما بيقطعوش، القطع بيحصل فين؟ عند الكاتنج ايدج. فونس ان انا عندي الكاتنج ايدج بيقطع لازم تسحب المستوى لجوه علشان ما يحتكش اثناء القطع. فعلشان كده انا برمي دي لجوه علشان ايه؟ ابعد عن الاحتكاك. يبقى ادينا وصلنا لسبب ليه ده طلع مايل وليه ده طلع مايل، وده علشان اتجاه الرايش، يبقى عرفنا كمان ليه ده طلع مايل. يبقى انا عندي كام مستوى في الفراغ؟ ثلاث مستويات في الفراغ، مفيش واحد منهم لا فوق ولا راس. ايه اسباب الميل بتاعهم؟ واحد علشان اتجاه الرايش، واحد تو افويد ايه؟ الفيش. مين بقى اللي بيقطع في الليله دي كلها؟ ها؟ اللي بيقطع هو الخط ده. مين هو الخط ده؟ تقاطع؟ لا هو مش النقطة تحديدا، هو يبقى في عمق قطع، فالنقطة دي هي المقدمة وهتبقى في حتة من ده كده مغلوزة جوه المعركة. ده اسمه الفيس، ده اسمه المين فلانك، الاثنين التقاطع بتاعهم يديني حاجه اسمها المين كاتنج ايدج. ده اسمه الفيس وده اسمه الاند فلانك، التقاطع بتاعهم هيديني حاجه اسمها الاند كاتنج ايدج. الاند كاتنج ايدج والمين كاتنج ايدج يتقاطعوا في البتاع اللي في النص دي بيسموها التول نوز اللي احنا بنقول عليها التول بوينت. يبقى انا العمليه عندي مكونه من تو ايدجز، ثلاث مستويات، تقاطع ثلاث مستويات او تقاطع التو ايدجز بيديني حاجه اسمها النوز. فيري انترستنج ان عشان تبقى عارف انا بعد ما بسد القلم والنوز دي بتطلع عامله زي راس الدبوس، يعني لو جيت لمستها كده تتعور، بمسك النوز دي ذات نفسها على حجر الجلف وبكسحها كده، تعمل كده طالع لازق على حجر الجلف لحد ما تتكسح ويبقى ليها في الاخر حاجه اسمها نوز ريديوس.
ما بتتسابش بيري شارب زي ما انت زي حد عارف ليه؟ عشان ما هتتكسر على طول. اول ما هتلمس الشغله هتتكسر، فلو اتكسرت ايه اللي يحصل؟ هتطبق حته حلوه كده جدا. على فكره ده نفس السبب اللي يخلي الناس لما بتعمل سلم رخام بعد ما بيخلص بيجي هنا حجر الجلف وعامل سن السلم بالمنظر ده، تمام؟ اللي بيسموه بيتكسر، بيسموه عشان الظهر حيل. ليه؟ لانها لو اتسابت فيري شارب كورنر بالمنظر ده خبطه 2 3 والحته دي اللي يجرها تتكسر. انما لما بشيل دي بقى اللود بدل ما هو متوزع على نقطه بقى متوزع على ايه؟ على خد بالك انا هنا فكره ان الماده شارب ان هي ليها نوز ريديوس وستيل شارب لان الكاتنج فورسز هنا عاليه جدا، فانت بتعجن المعدن الاول وبعد كده تقطعه. انت مش بتتكلم على مايه عايز تقطعها فعايز السكينه تبقى بيرفكتلي شارب عشان تقطع من غير ما تشكل. انا بتكلم في معدن هيتقطع فهيتشكل وهيتعجن وبعد كده يبقى هيجرم هيتقطع. بالمناسبه حد شاف البتاعه دي قبل كده؟ مين دي؟ جميل. الماتيريال تو بي كات هتوصل الى اي مرحله منها؟ هتعدي مرحله الفيلير او الفراكشر. يعني ايه؟ يعني هتعدي الالاستيك ييل يونيفورم بلاستيك وسترين هاردنج لحد الالتيميت وتكسيد الالتيميت وتتكسر. يعني معنى ذلك ان الماده قبل ما بتتقطع بتتضغط الالاستيك وبعد كده بتتضغط بلاستيك وشكلها بيتغير وبتتعدي وبتتكسر وساعتها اقول ان هي ايه؟ اتقطعت. اوكي؟ ده مفهوم الكافينج بالنسبه للايه؟ للماتيريالز. هو ده كده مفهوم الكافينج. مش زي حته الطواطم لما السكينه بتقطعها، دي حاجه ثانيه خالص. ده كده اسمه سيباريشن ومالوش علاقه باللي احنا بنتكلم. اوكي؟ علشان كده هندرس كمان شويتين ان شكل الرايش او الاعاده بيتغير من بعض القطع لان حصل له كومبريشن، حصل له كومبريشن فطول الرايش اللي جراه اثناء القطع قل. اوكي؟ طيب تعالى نقول الكلام اللي احنا قعدنا نقوله كتير ده بشكل somehow organized بدل ما الدنيا ماشيه. ايه الكومبوننتس بتاعت السنجل بوينت كاتنج تول؟ بص يا باشا، نمره واحد الحته اللي ما حصلش فيها اي تشكيل دي بيسموها الشانك اللي هو العمود اللي هو اللي هيتمسك عليه في المخرطه او في المقشطه، لان السنجل بوينت يعتبر قلم والقلم يشتغل على المخرطه ويشتغل على المقشطه. جميل. الاوبريتنج بوينت او الكاتنج بوينت اللي هي مين؟ اللي هي المنطقه الزحمه. هذه الكاتنج بوينت مكونه من ايه الكاتنج بوينت؟ 3 بلينز. مين هما 3 بلينز؟ الفيس والاند فلانك والمين او السايد فلانك. ايه الفرق ما بين الاند فلانك والمين فلانك؟ ان الفلانك ده اكبر بكتير جدا من ده، في المقابل الانج ده اكبر بكتير جدا من ده، يبقى اذا الانج ده هو اللي هيقطع، هما الانج ده ماشي وراه ما بيقطعش. ماشي؟ ليه اتعمل كده؟ هنعرف كده. التول فيس اتعملت علشان يحصل شيب فلو عليها، الرايش هيمشي على التول فيس اللي هو اللون الاخضر. اللون الاخضر دول اتعملوا مايل كده ليه؟ اتعملوا علشان يافويد ريفليكشن او علشان يدخلوا لجوه لان هم اللي فيسنج للورك بيس، هم المقابلين للورك بيس. تقاطع المين فلاج مع الفيس يديني المين كاتنج ايدج. تقاطع الاند فلاج مع الفيس يديني الاند كاتنج ايدج. تقاطع المين فلاج والاند فلاج مع بعض يديني حاجه مش هنوصفها بس هي طبعا بشكل هندسي اسمها الهيل. واكيد مش هتبقى فيرتيكال، اكيد هتبقى مسحوبه لجوه لان السطحين مايلين لجوه. بالظبط دي عامله زي البوز بتاع المركب، الايدج اللي انت بتشوفه في المركب ده اللي جواز الارك علشان الووتر فلو، الكيرف اللي انت بتبقى شايفه ده بيبقى مسحوب لجوه ما بيبقاش فيرتيكال. الكاتنج ايدجز دول هم الانترسكشن لاين ما بين الفيس وما بين كل فلانك فيهم، والهيل نفسه هو الانترسكشن ما بين التو فلانكس. والنقطه دي هي الكاتنج بوينت اللي هي تقاطع ثلاث مستويات اللي هي تقاطع ثلاث خطوط اللي هي بتعمل لها نوز ريديوس بعد ما تخلص. والنوز ده اتفقنا انه هيتعمل له جراوندنج او هيتعمل راوندنج في الاخر ان هو هيبقى ليه ريديوس جيفن، والريديوس ده هيبقى اسمه ار. ما ينفعش يبقى زيرو لان زيرو ده حاله ثيوريتيكال مع اول ثلاث ثواني قطع، يا اما هياخد ريديوس من الاحتكاك يا اما هيكسر. اوكي؟ فاهمين يا جماعه لحد هنا ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ فانا في النقطه دي تحديدا انا بمشي بالراحه قوي علشان العمليه ما تدخلش في بعضها. اوكي؟ اتجاه كده اتجاه القطع يعني هتمشي ازاي بالطريقه دي؟ حلو السؤال. طيب وانس ان احنا هنتكلم عن اتجاه القطع فالطبيعي ان احنا ما ينفعش نتكلم من الايزومتريك بوينت اوف فيو. الايزومتريك بوينت اوف فيو تعمل لي مستيلينج اوت.
لو بصيت للقلم ده من فوق بتهيألي أنا الأوان كيف تفهم منظر القلم ده من فوق هيبقى عامل إزاي؟ ودايما اللي بيحط القلم بيحطه في وضع العالم. يعني إيه وضع العالم؟ أنا عالم واقف على المخرطة، القلم قدامي، فالقلم دايما يترسم في البوزيشن بالنسبة للعالم، إن أنا عامل واقف وباصص على القلم شايفه كده، فالمفروض لما أبص على القلم هو محطوط كده أشوف البوينت في أول القلم ولا في آخره؟ في أول القلم، زي ما أنا ماسك الماركر بالظبط، لو أنا ماسك الماركر وببص عليه بحط الماركر على إيدي في الاتجاه بتاع الكتابة، إن هو عامل كده، فأبقى شايف البوينت فين؟ بعيد عني. فلو بصينا للقلم ده من فوق قبل السنة والقلم عامل كده، ده الشانك أو المنطقة اللي القلم هيتمسك منها، دي المنطقة بتاعت البوينت اللي هتتسن. هل لو القلم عايز يمشي في هذا الاتجاه، اللي عايز القلم يمشي كده، يبقى النقطة الفاصلة اللي على الفيس هاخدها هنا. اشمعنى؟ علشان يعمل لي ايدج كبير وايدج صغير، فلما امسح دول يبقى الايدج الكبير هو اللي ثابت، يبقى الايدج الكبير هو اللي ايه؟ اللي هيقطع، يبقى القلم بيمشي كده، اوكي؟ من بعدها باجي اعمل كده. ايه الخطين اللي انا عملتهم دول؟ ابدا الستيب داون اللي من الفلانك ليه؟ اللي انت عايز تكمله صح بقى؟ بتعمل كده كمان. ايه اللي انا عملته؟ ده الفلانكات عشان ما يلجوا، اللي انت شايفها دي مسقط هندسي صحيح بنسبه 100% لايه؟ للقلم. مين الخط ده؟ ده حضرة سعادة الباشا، ده اللي هو فيه التغذية بتاعت القلم. طب ما بالمرة كده ما دام رسمنا دي هنرسم الشغل. لو حبينا نرسم الشغل هنا في الخراطة هي عاملة كده 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 كده. دي الحتة اللي خلصت من الشغلة، دي الحتة اللي بتتقطع، دي الحتة اللي لسه هتتقطع، اللي هنا ده اللي هو مين؟ الديبث اوف كات، وزي ما قلنا دي كده اللي هي الفيد، ولو عملنا ده كده اللي هو يبقى مين؟ الفي او الان اللي هو الار دي. اوكي؟ فين؟ دول؟ شايفه دي؟ المستوى ده لو راسي وانا ببص لفوق ايه اللي هيحصل؟ هشوف الخط ده وده فوق بعض، بس هو مش راسي، ده هيتعمل على حاجه جنب. فاكشن شكله الحقيقي هيبقى عامل ازاي؟ هياخد لانه بياخد ريديس حاجه من الجلد، فيبقى شكله عامل كده. فتطلع شكلها الحقيقي عامل كده، معنى ذلك ان الخط ده وده ما بقوش فوق بعض، يبقى لازم ايه اللي يحصل؟ اشوف ده واشوف ده، اوكي؟ فعشان كده بنشوف الايه؟ الخطين على كيرف يعني، على كيرف يعني، والكيرف ده غالبا بيبقى ريديس على حاجه من الجلد، اللي هي ايه؟ الحته اللي ايه؟ يعني حاجه من الجلد كلمه كده، فانا معيش سكينه، يعني انا في يوم من الايام اشرح ايه؟ لو جبت الفوم اللي هو بتاع التلفزيونات او الاجهزه ده وكتر ممكن نقطع المستويات ونعملها بالمنظر ده، بس انا سهل قوي ان انا انزل بالكتر كده وامشي بالكتر كده فيقطع لي الاثنين شارب ايدج اللي بتقطع في الحقيقه بتقطع بين حاجه بجلف ليه قطر. فبعد ما بتساوي السطح ده بتوصل للنهايه مع الشانك، فحاجه بجلف بياكل دي كده، اوكي؟ زي فرد الكاوتش لو غرزت في الطين سحبتها منها هتلاقيها سايبه تريس او سايبه اثر بيها النار. المين فلانك يقطع ازاي؟ بص بقى يا سعد، انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ ده الكور بتاع الميتال كاتنج. وليه القلم طلع كده؟ لان بكل بساطه في قلم كان كده، حلو الكلام؟ في قلم كان كده اللي هي دي 90 درجه، في قلم كان كده اللي هي دي زاويه اكيوت جدا، انما اللي متفق عليه ان مش هيبقى فيه قلم كده علشان الايدج ده ما يبقاش عامل احتكاك، المتفق عليه ان مفيش قلم هيبقى كده، الزاويه دي منفرجه علشان السنه دي ما تبقاش ضعيفه في الجسم. اوكي؟ الكل عاوز يقرب من المنظر ده. ليه؟ عشان الزاويه، لا عشان الزاويه اللي انا مش هقول لك عليها دي، شايف الزاويه اللي انا مش هقول لك عليها دي؟ الناس نفسها الزاويه دي تبقى 180 درجه علشان يبقى القلم اقوى ما يمكن، انما المشكله في حاجه، كل ما انت عمال تكبر الزاويه انت عمال يقرب من هنا في التنجيزي، صح كده؟ في قرص بتزيد، فالعمليه فيها اوبتمايزيشن، وانا اعمل دي ولا اعمل دي؟ ماشي؟ دي حاله خاصه اسمها اورثوجونال، ان الايدج عمودي مع المشي، حاله نظريه غالبا ما بنستخدمهاش. طيب ايه اللي مخليني سايب دي فراغ؟ اذا كان القلم بيمشي كده، ايه اللي مخليني سايب دي فراغ؟ عشان ابعد عن الاحتكاك، تبقى زاويه صغيره، خمس درجات بس،
طب ايه دي خليني ما عملناش زيرو. طب لو بصت السطح اللي عملته لو عملت دي كده زيرو بقيت انت ماشي بتقطع في المنطقه دي ودي عماله تبوظ لك السطح اللي انت فنشته اصلا. فكون الكلام ده التمارين اللي احنا هناخدها في الزوايا ويعني ايه تول انجلز ومن بعدها ان احنا هنبدا نحط لو القلم شكله كده كف الفوس هتطلع لك اوكي. المنطقه اللي انت شايفها دي منطقه ناس كتير يعني قفلوا شبابهم فيها علشان يلبسوها ماشي. اللي بنتكلم عليه ده ما هوش علم حديث، احنا بنتكلم في علوم اوائل 1900 الحرب العالميه الاولى و 1920 والحاجات الجميله بتاعت زمان ماشي. واللي اتبنى على الكلام ده الثيوريز اللي اتعملت بيها جميع انواع الكاتب الكل اللي شغالين بيها حتى يومنا هذا ماشي. طيب يبقى دي كده المكونات بتاع السيجن بول كاتب الكل. قلنا ثلاث مستويات 3 اتش او 2 اتش هل والنوز او المقدمه بتاعت القلب اوكي. هل في اي مشكله في الكلام ده حتى الان؟ اي هوبسو. السؤال بقى مين فيهم يمين ومين فيهم شمال؟ يعني في حاجه اسمها قلم قطع يمين وقلم قطع شمال. يعرفوه ازاي؟ قبل ما تقول قلم يمين او قلم شمال انت عندك القدره الكامله دلوقتي ان لو رسمت لك مسطر للقلم بالمنظر ده انت تعرف القلم هيمشي ازاي. يعني انت ممكن تطلع دلوقتي ترسم لي سهم تقول لي القلم هيمشي ازاي. ده هيمشي ازاي؟ ما تقوليش يمين او شمال، قول لي اللي هو اتجاه الشباك ولا اتجاه بتاع الباب. ده يروح فين؟ اتجاه الباب. ده كلام صح زي الفل. ده العكس. يبقى المفروض نعرف هو اللي رايح على الشباك هو الليفت هاند ولا رايت هاند. القاعده بتقول ايه؟ نفس البوزيشن بتاع القلم وانا واقف قدام زي العامل. القاعده كلها مبنيه على الكيس. لو انا حطيت ايدي كده الثمب ده مشاور على اتجاه المشي في ايدي اليمين يتسمى قلم يمين. لو فردت ايدي كده والثمب ده شاور على اتجاه المشي بتاع القلم ايدي الشمال ده اسمه قلم شمال. يبقى انا لو حطيت ايدي كده يبقى فين القلم اليمين فيه؟ يبقى القلم ده هو القلم اليمين. اشمعنى؟ لان اتجاه المشي بتاعه احنا متفقين على اتجاه المشي ما فيهوش كوبلنج. هي القضيه لما الاقي الاتجاه ده هسميه ليفت ولا رايت. فالقاعده هنا بتتحكم بايه؟ بان الكاتنج ايدج ده عامل كده فانا عرفت القلم هيمشي ازاي بناء على المين كاتنج ايدج وبناء عليه ان القلم يمين او ان القلم شمال. ماشي الكلام؟ يعني اسم القلم بعكس اتجاهه. لا انا مش عايز احفظها كده. انا مش عايز اقول اصلا بعكس ولا مش بعكس. هي واخده اتجاه ايه؟ واخده اتجاه الالهام. اوكي؟ لو حطيت ايدك واتجاه الحركه بتاع القلم واخد اتجاه الالهام يبقى تسميها على اسم الكيس تاني. فانت عندك اتنين وعندك اتنين الهام والاتنين خلف ثلاثه الا اذا واحد كان عنده الالهام من الناحيه الثانيه فدي تبقى قضيه. اوكي؟ معظم الشغل اللي بقى على قلم يمين. اوكي؟ ولا اخفيك سرا ثانيه واحده ولا اخفيك سرا ان انا غالبا بقعد اشرح معاك الزوايا على قلم يمين وفي الاخر اول كويس هعمله لك اقول لك ارسم لي المسافه بتاعت القلم والزوايا بتاعته على قلم شمال. Which is piece of cake. انت لو رسمته على ورقه ومسكت الورقه وقلبتها وبصيت في اللمبه كده بقى قدامك القلم الشمال. لان العمليه كلها فيرو العمليه كلها ايه؟ مقلوب. اوكي؟ في سؤال هنا؟ ايه؟ الصنايعي يعمل ايه؟ الصنايعي لو عنده قلم بالمنظر ده ما هو برضه الراجل الصنايعي والله بيفكر تفكير منطقي. هيقول لك بالله عليك انا عندي قلم في ايدج عامل كده وايدج عامل كده. هو انا لما بمشي مين يقطع؟ لو قلت له مش شمال هيقول لا. اكيد اكيد يعني طبعا مش منطقيه يعني. بس اللي بيحصل ايه؟ ان الان فلاج ده معمول تو سبورت المين فلاج. فالزاويه ما بتبقاش كبيره كده غالبا بتبقى قليله جدا 5 درجات او 10 درجات. فلو انت مشيت بالمقلوب مش فيش مشكله وهيقطع بس معدل التاكل اخباره ايه؟ عالي جدا. تمشي مع صنايعي ان هو بيعمل شغلانه كده فهو استنصح بدل ما يفك القلم استنصح وعمله. بس في الماس برودكشن ما ينفعش. كلمه ماس برودكشن يعني انت تفك القلم ده ويشتغل واقصى طموح ليه في الحياه انه بعد 10 دقائق هيفك ويقعد على جنبه ويبني مكانه قلم تاني عشان يروح يتسلم. فاكيد انت مش مستني ان ال 10 دقائق دي تبقى تقيله اقتصاديا كده ده فشل ذريع. اوكي؟ بشتغل ليه قلم يمين وقلم شمال لطبيعه الماشينينج اللي عندي. في ناس سالت سؤال كتير قوي. لو انا عندي شغله عامله كده. ودي متثبته كده في الظرف بتاع المكنه. اوكي؟ دي عادي جدا ممكن تشتغلها بالقلم العادي كده. لما يجي هنا وعاوز الفينش هنا يبقى في دايركشن معين وعاوز يبدا من هنا ويمشي كده يبقى دي اجباري جاي من القلم ايه؟ بقت القلم شمال. اوكي؟ فالاوبشنز بتاعتي ده انا عندي قلم يشتغل يمين وقلم يشتغل شمال تبقى للاحتياج. ولو الشغله تنفع تتعمل بده او بده موست بروبابلي الناس بتشتغل بالقلم الايه؟ الرايت لان القلم الرايت بيبقى اكثر الاقلام شيوعا. اوكي؟ والقلم اللي يشتغل يمين ما يشتغلش شمال عشان تكون متفقين.
حلو بس الزوايا. بقول لك دي انا عملتها بزوايا، شايف دي الصح بتاعها لو هي قلم فعلا تبقى كده تقريبا. تمام؟ فلو مشيت قطعت ليها هي في المؤخره اصلا الموضوع الاقرب، بقى انت سامي هنا وحاطط دي علشان تسند ده علشان تحافظ على معدل التاكل هنا، وتيجي تقطع دي معدل التاكل هنا يبقى عالي جدا. ولو اي حاجه من دول اتاكلت القلم يتسد، وكلمه يتسد يعني ايه؟ يعني كل الايدجز ديت تنزل لتحت. ده بالظبط عامله زي القلم الرصاص لما بيتقصد في تبريد بيرجع حلو، بس ايه اللي بيحصل بطوله؟ بيقصر. معنى ما بيقصر يبقى ايه؟ خسر حته من ثمنه. فكل مره بتسند القلم القلم بيخسر حته من ثمنه لحد ما توصل مرحله هيترمي مش هيتسد. لا لا ما بيقلبش. لا 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 القلم على كده ما بيقلبش. لو مانوال او غير مانوال القلم عامل كده، اقصى طموح لقلب القلم ان انت تبقى سالم القلم من هنا وسالم من هنا، عامل زي العيال الصغيره اللي بتصحى في الامتحان يشيل الاستيكه ويسند القلم بالبرايه من الناحيتين يشتغل من هنا، ولما بيخلص يقوم لافف وجاي كده وشغال من هنا. الارض بتاعت القلم ما فيهاش ايدجز عشان تقطع، فما يقدرش يقلب القلم يعني يقلبه كده، ما فيش تيرن اوفر، هو كل اللي بيعمله بيقلب كده يجي للطرف الثاني. ودي حركه الصنايعيه المصريين برضه، ما فيش حد في العالم بيعمل كده، لان الطرف الثاني ده يلزمه للمسك فما ينفعش يسن عليه الاند بتاع القلم. اوكي؟ طيب. اه طبعا طبعا دي حاجه اسمها التول لايف ايكويشن. ده في راجل اسمه تايلور افنى عمره في الموضوع ده عشان يقول لك بعد ما اكل قد ايه روح سن القلم علشان تبقى عارف انت بتهدر من الماتيريال الحته الاقتصاديه ممكن تستنى عليه فتشتغل اكتر، تيجي تسنه تقوم مهدر منه ماتيريال اكتر بكتير من تكلفه الوقت اللي انت وفرته. ماشي؟ هندسه ما جاتش هازارد يا جماعه يعني. اوكي، انواع السنجل بوينت كاتنج تول، وبمناسبه بقى سن القلم بقى والحاجات بتاعت الاطفال الصغيره دي، نفس فين مين اللي بيرمي؟ فين انت؟ ليه يا ابني كده؟ حط نفسك ضد الاقرب بس. نفس تفكير العيال الصغيره. العيال الصغيره كانوا بيعملوا ايه الاول؟ القلم الصمت عامل زي القلم اللي بيتجري، هو بيشتغل بالقلم لحد ما يحصل تآكل، وانس ما حصل تآكل هيمسك القلم هيسنه وهيرجع يشتغل تاني. كل مره بتسن القلم بتروح حته من الماتيريال بتاعها. انا مش هزعل عليها، انا هزعل على تمنها، ان لو القلم ب 10 جنيه وهيتسن في الافرج 10 مرات مثلا، كل مره بتسن كانك دفعت تكلفه للقلم جنيه. ماشي؟ ومش عايز تتخيل ان المره دي حاجه يكون تجربه. فالنوع الاول هو القلم زي القلم الرصاص العادي اللي بيتبني. اوكي؟ بعد شويتين العيال الصغيره بدات تتنبه الى حاجه ظريفه قوي، ان القلم عمال يكسر، فالواد مش عارف يمسك القلم علشان يكتب بيه، فالناصح كان بيجيب اللبيسه او النطه بتاع القلم جاف ويقوم لابسه في ظهر القلم الرصاص ويكتب بيه على اساس يبقى حاجه طويله كده يمسك بيه. فوالله الناس عجبتهم الفكره. انا اللي يهمني علشان اقطع التول ماتيريال تهمني ان هي تكون موجوده على طول القلم ولا انها تكون موجوده في المقدمه بس؟ يعني ان الحته اللي ورا دي تبقى تول ماتيريال او حته عمود حديد تسليح من اللي مرمي في الشارع ما يفرقش، انا اللي يفرق معايا مين؟ المنطقه اللي بتقطع. فعملوا حاجه اسمها تول شانك معمول من حديد تسليح فعلا وغالبا ستيل 37 اللي هو ات نو كوست، ولزق على المقدمه بتاعته كاتنج ماتيريال هاي سبيد ستيل مثلا تعتبر غالية، بس شوف حط سايز قد ايه؟ سايز صغير جدا. طب وبعدين؟ لزقها، كلمة لزقها ازاي؟ أكيد ما جابش أمير ولزقها يعني. بيتلزق بالبريزنج زي ما أنت شايف الأصفر ده، ده حاسس. أوكي؟ وبعد ما بيلزقها بيسنها. طب ما هي هتتاكل، وماله لما تتاكل؟ يفضل يسن 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 لحد ما عنده القدرة يسن لحد ما دي أولموست تتلاشى، يبقى هو كده استفاد إيه؟ ما عندوش طول ماتيريال هتتلم. هنا انت كنت بتوصل لمنطقه ما انتش لاقي ممسك للقلم، تبقى حته قلم حلو كده قدامك بس مش عارف تمسكه، خلاص بترميه مفيش حد. اوكي؟ ستيب اب من الكلام ده بقى اللي شغاله النهارده واللي موجوده في المكن السي ان سي، نفس الفكره دي بس دي كان عيبها ان في لحام وفي سلم، فالعمليه دي كانت مزعجه شويه. قال لك بدل اللحام هنعمله رباط فكه تركيب. اوكي؟ وبدل السن لان انا هبدا استخدم طول ماتيريال مكونه من بقى الكومبوز ماتيريال وسيراميكس ودايموند وحاجات غاليه جدا، حته السن فيها حجر الجرح ممكن ما ياكلهاش، فبدات تتعمل ماتيريالز للكاتنج تيب او للتول تيب او للانسر ديت زي ما بيسموها غير قابله للسن وغاليه جدا
واللي انت شايفه ده يقدر يشتغل قد قلم زي ده طوله متر وانت عمال تسد فيه كل 5 دقايق مجرد حته البتاع ده، لان الماتيريال بتاعتها بقت ماتيريال ليها ايه هاي سبيكس سواء للهاردس او سواء للسترينث او كده. اللي انت شايفه اسمها انسيرت بيت اللي بيسموه القلم الفيديو. الانسيرت بيت اللي انت شايفها بتقطع ليه، ولما دي تبطل تقطع بيفك المسمار ويقوم داخل 90 درجه ويجيب اللي وراها، يفكها ويجيب اللي وراها، خلصت يقوم عامل تيرن اوفر ويجيب الطرف الثاني الاربع نقط. يعني ايه اللي قدامي دي تعادل 8 نقط قطع، كل نقطه منهم ممكن يكون التوتال تو لاين بتاعها اعلى بكتير جدا من هاي سبيكس. اوكي ما بيتسنش ولا بيتلحم، ويمكن هو ده اللي بيديله لونج لايف تايم، لان السن بينتج عنه تمبرتشر اخرى ايه؟ عالية جدا بتبوظ السبيكس بتاعت الماتيريال. اللحام بينتج عنه تمبرتشر يعني بالبريزنج بتكلم 300 400 اي نعم حاجه بسيطه بالنسبه للستيل اللي بينصهر عند 1600 بس هي بتأفكت السبيكس بتاعته. باي ذا اند اوف ستوري عندي كام نوع من انواع السنجل بوينت كاتنج تول، القلم السوليد اللي هو القلم كله الماتيريال اللي بتتسن، القلم البريزد اللي هو بيلحم الماتيريال اللي بتتسن ويسن عليها، القلم الانسيرت بيت اللي ده اعتبر بالنسبه لي بقى لو انا بتكلم على ان ده قلم رصاص وده قلم رصاص تمسك له حاجه علشان امسكه، ده القلم اللي بستوري. اوكي؟ ماشي. هو مبدئيا الماتيريالز لما بتتسخن بالطفس بتاعتها بتعلى ما بتتقل. لا الماتيريال عامه والدليل على كده ان احنا بنسخن الحاجه عشان نخبط عليها في الحداده، لو اتخبطت عليها من غير ما تتسخن بتتشرخ. المشكله في التسخين الهاردنس، الماتيريال لما بتسخن الهاردنس بتاعتها بتروح، فدي المشكله ان المنطقه بتاعت القطع ليه من بره؟ لان التولز لما الحراره فيها بتعلى الهاردنس بتقل، الهاردنس بتاعت التول لو قلت هاردنس هي الصلاده ايه اللي يحصل؟ يتاكل بسرعه وده مش مطلوب. ده كده ده فرق في مصيبه. الكلام ده استريت ماتيريال بتاع اول سنه باين او حاجه زي كده. اوكي ايه حاجه اسمها اللي كسر؟ في حاجه اسمها هاردنس وفي حاجه اسمها تفنس. دي ريزيستنس تو سكراتش او بنتريشن، دي ريزيستنس او ريزيستنس تو فراكشر ان جنرال او ابزوربنج الانرجي اب تو فراكشر. اوكي دي مقاومه المعدن للسكراتش او الاحتكاك او الاضطراب، دي مقاومه المعدن للكسر او كميه الانرجي اللي المعدن لو قصها حركه الكسر. اولموست الاثنين بيبقوا ماشيين فايس فيرسا او ان اوبوزيت دايركشن. اوكي يعني ايه اوبوزيت دايركشن؟ لو انت عايز تعلي التفنس بتكبر في الستريس ستين دايجرام اللي هي دي، لو انت عايز تعلي في الهاردنس بتعلي الستريس ستين دايجرام. از ان التفنس كان بي استيميتد ان هي الاريا اندر كيرف، يبقى انت كل ما بتعلي الستريس ستين دايجرام وبيقل الاريا اندر كيرف بتقل، فكل ما الهاردنس بتزيد كل ما التفنس بتقل. واشهر مثال على الكلام ده ان الدايموند يعتبر اعلى ماده في الهاردنس از ناتشرال ماتيريال، انما الدايموند التخفيض بتاعته ما هياش عاليه، الدايموند قابل للكسر والتخفيض، اوكي؟ انما مش قابل للاختراق او للبنتريشن او للستريكشن، اوكي؟ معايا دي؟ اجينا شويتين لان احنا عندنا ليكتشر كامله عن التو ماتيريال، فهنبدا نتكلم على الحاجات دي. نعم؟ ليه؟ الماتيريال غالبا كومبوزيت ماتيريال لان التصنيع بتاعها ما بيبقاش بالتشكيل. كومبوزيت ماتيريال يعني بعض الماتيريال موجوده بشكل باودر وبتتحط في الآلي واخد المقاس ده حراره وبريشر توصلك ليه، او بتبقى ناتشرال كريستال يعني ممكن تبقى دايموند. طبعا دايموند اللي هو بتاع الناتشرال دايموند بتاع الجيلري هو ده، بس ما بيبقاش كل ده دايموند، بتبقى كده زي حته سيمنت او ماتريكس مسلوب فيها المقدمه دي بس بتبقى دايموند، يعني تلاقي حته دايموند ازاي حته كده قد نص ملي في نص ملي، تلاقي كده حته ذره تراب بتلمع وكل ده مظبوط عليها عشان يمسك كده. اوكي طبعا لازم الدايموند غالي بقى بيستعينوا بحاجات ثانيه ماتيريال ثانيه. كل حاجه محسوبه، ما هو اللي بيجيب قلم علشان يبقى فيه دايموند بيبقى جايبه علشان السوبر فينشنج هيقعد يشتغل معاه
سنتين ثلاثة أربعة خمسة علشان يحمل سعره على كل الشغل اللي هيتعمل. فهو أيا كان غالي هو يستحق يعني. أوكي؟ داري جرايندينج داري جرايندينج ده بيتسن وده بيتسن وده بيتسن. ده ديسبوزل هيخلص هيترمي ما فيهاش سن. أوكي؟ ده كده شكل كده إن جنرال علشان تبقى عارف المنظر العام بتاع الإنسيرت بيت سواء القلم كانت يمين أو شمال أو كرة داخلية أو خارجية أو غيره. مميزات الإنسيرت بيت لو ضمنت عليك ممكن تقولهم زي ما أنت عايز. إن أنا ممكن يكون عندي طول منظر واحد ومليون إنسيرت ومليون زاوية مختلفة. يبقى إذا أقدر أحتفظ بالكوانتيتي سمول كوانتيتي بالماتيريال بتاعت الكاتنج ماتيريال وده يوفر لي الكوست. سهل الفك والتركيب. الكوست بتاعت الانترست على اللونج لايف بتاعها تعتبر افضل بكتير من تكلفه القلم اللي كل شويه توقف المكنه وتروح تسن، لان توقيف المكنه وزمن السن ده محمل عليك. اوكي؟ ده اخر شابتر بنبدا على الاقتصاديات، فبنكتشف في الاقتصاديات ان ممكن قلم انسرتد بيت سعره مثلا 1000 جنيه يطلع اوفر في التشغيل من ان انت تقطع بقلم صمد سعر كل قلم منهم ب 20 او 30 جنيه. ليه؟ علشان اللايف تايم وزمن السن. No heat effect أو no heat effect ناتج عن البريزنج والجرايندنج، إن هي مفيش ليه تأثير بالحرارة لأن أنت مفيش سلك ومفيش لحام. إنك تحتفظ بدولاب تولز قد كده ممكن مع دي 2 3 هوكر وتحتفظ بعلبة تولز قد كده. في علبة تولز قد كده أنت تبقى ماسكها ولا كأنها شبكة، يعني العلبة داخلة لها في ربع مليون جنيه قد كده. تمام؟ يركبوا على 2 3 هوكر. يعني حاجة محترمة، حاجة جزء لا يتجزأ من سعر المكنة. الفاضل دي في الإقلام اللي بتتسن يبقى عندك دلوقتي من الأرض للسقف علشان تغطي إيه؟ كل الـ opportunities اللي بتقول دايما جميل. الجيومتري بتاعت الكاتنج تول هتبدأ تتحسب من خلال زوايا، وعلشان نحسب زوايا هتشتغل according to reference planes. يبقى لازم نحط مستويات نسموها مستويات إسناد، مستويات رئيسية عشان نبدأ نقول القلم هتبقى زواياه عاملة ازاي مع المستوى الفلاني، علشان نبدأ نوصف الثلاث مستويات اللي انت شفتهم في الفراغ. عندي زاويتين الأول مهمين قوي قبل ما أبدأ أتكلم في الزوايا في الفراغ والحياة تقول مني. عندي زوايا مهمة جدا لازم أتكلم عليها، وعلى ما أعتقد أنت سمعتها قبل كده في المادة اللي هي برودكشن وان، صح؟ في برودكشن وان هي دي برودكشن وان، التانية اسمها برودكشن تكنولوجي. برودكشن تكنولوجي اللي هي بياخدها اللي لسه أول مرة بنتكلم في الكلام ده، اللي هي نفس الكونسبت أو نفس الحاجة اللي بتدرس للشباب الصغيرين اللي بيبقوا في المعاهد الفنية، علشان يبقى عارف بس أسماء الزوايا والمين فانكشن بتاعتها. عمرها ما بتبقى الزوايا في الفراغ اللي احنا بناخدها دلوقتي. ده بيقول لك بمنتهى البساطة لو هتحصل عملية بقطع وآدي 90% من الشغل بعد كده هيبقى على الخراطة. آدي الشغل بتاع المخرطة وآدي القلم. ده فرنسيسكو من أي فيديو لو حضرتك حصل لسيادتك الشرف قبل كده اتفرجت على المخرطة، آدي الشغل ممسوكة كده، آدي القلم اللي واقف بيقطع اتفرق مسقطه عامل كده. ده لما يكون العامل واقف هنا وباصص على القلم من فوق. الفيو اللي انت شايفه لما تكون شايف شغلة المخرطة على انها دايرة، وانا اشوف شغلة المخرطة دايرة منين؟ من هنا. اوكي؟ هتلاقي التول واقفة جنبها كده، ادي التول واقفة جنبها. حتى لو تفتكر اذا كان عندك اشتغلت فعليا على الكلام ده، دي بتبقى ساندة كده على حاجة اسمها التول بوست او المقلمة، وبيبقى الورشة فيها حاجة اسمها ليلات او حتة صلب بيحطها تحت القلم علشان يعلى وينزل بيه، علشان يظبط ان سن القلم على الكوادرنت بتاع الدايره. مين هو الكوادرنت دوت؟ ده اللي هو قدام السنتر كده، علشان ما تبقاش متركبه لفوق او متركبه لتحت، لان ده يدمر لك الزوايا اللي انت عامل ليها موجوده دايركتلي على الكوادرنت او على السنتر بتاعك. طيب لو حصل هنا قطره دي لفه، المفروض اللي تشيك ايه اللي هيجرى له؟ هيجي هنا ينفصل من على الوش بتاع الورك بيس ويبدا يطلع الرايش بالشكل ده. اوكي؟ ففي شوية زوايا مهمة قوي إن إحنا نتكلم عليها في المسقط ده ونتكلم ده علشان هتدخل معانا في زحمة الزوايا الكتير اللي إحنا هنتكلم عليها في سرد القلم. مين الزوايا دي؟ تعالى كده لو رسمنا دي كده 90 درجة وآدي القلم بتاعي عامل كده من غير الرايش. الزاوية دي زائد دي زائد دي مجموعهم كام؟ إلى أبد الآبدين مجموعهم 90 ولاقي ده فيها، ويا ريت كنا نقدر نزود عن 90. حلو؟
فين الزاويه اللي فيها ماتيريال القلم؟ فين الزاويه اللي بتعبر عن الاسترينث بتاع القلم؟ ان لو كبله القلم يستحمل، لو وصلت القلم يتقصر منك في ثانيه. ها؟ بيتهيألي ان بتوين. صح ولا ايه الاخبار؟ مين الاثنين اللي فوق واللي تحت دول؟ واحده مقابله للحته اللي اتشغلت، وواحده مقابله للرايش او المنطقه بتاعت القلم. وهو ده تعريف. اوكي؟ اللي فوق ده هو مين؟ اللي فوق اللي انت شايفه ده هو التول فيس المقابل للرايش، والزاويه بتاعته اسمها جارو. اللي انت شايفه تحت ده التول فلانج المقابل للحته اللي اتفنشت، والزاويه اللي قدامه اسمها الفا، وان بتوين الزاويه اسمها بيتا. فيطلع الفا زائد بيتا زائد جارو، ونيفر ونيفر لازم يطلعوا مجموعهم بكام؟ ب 90 درجه. حلوه. لما نيجي نبص على التارجت في المانيبيليشن بتاع الارقام، لو انا عايز اقعد العب في الارقام بقى واقلل ده وازود ده واعمل تجارب بقى والحاجات دي بقى، كل الكلام ده معمول للدول بالظبط ايه؟ انا عايز اكبر البيتا عشان تديني الم يستحمل اكتر ما يتقتلش بسرعه. فتكبير البيتا مش اوبشن، مش رفاهيه، ده بيجي على حساب حد تاني، بيجي على حساب مين؟ الفا وجارب. من وجهه نظر حضرتك الهندسيه لو عايز اكبر البيتا اصغر مين فيه؟ رياضيا اقدر اصغر الاثنين واخليهم بصفر وصفر واسيبها هي 90. ده كده احسن ما يكون، صح؟ بس ما فيش حاجه اسمها كده. اقدر اصغر مين فيهم ومين فيهم اللي فيه ليميتيشن شويه؟ الجامعة. ها الجامعة عبارة عن ايه؟ اقدر اصغر الجامعة، مفيش مشكلة، هيحصل غلط. مش هتبوظ الدنيا. واقدر اوصل الجامعة لزيرو، برضه مفيش مشكلة. واقدر اوصل الجامعة نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ ما هي عمالة تقل 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 لحد ما بقت افقي، صح؟ لو عدت بيوم افقي بقت الجامعة ايه؟ بالتاني. طب اشمعنى الالفا ما فكرناش نقلسها؟ لانها مقابله للورك بيس، مقابله للفينش دي قليل. لو قللتها وصلت لزيرو بقت تانجنت للدايره، تانجنت يعني ماشيه عماله تفك في السطح. دي لو حصلت انت مش محتاج تعرف ايه اللي هيحصل، انت هتلاقي دخان وهتلاقي المكنه بتصفر وصوت زعيق، لان المنطقه دي كلها بقت منطقه فكشن. اوكي؟ يبقى لو حطيت الثلاث زوايا دول اللي هو الالفا والبيتا والجارد في التيرنينج هنا، الالفا والبيتا والجارد، يبدا اللاعب باللي احنا بنقوله ده، ان انا علشان اخلي الالم روبست اكتر عندي تو انجلز هلعب بيهم اللي هو الجاما والالفا. ايش عندي بتاعهم على اسمائهم؟ الفا سوري الجاما اللي هي الريك انجل اللي هي زاويه الجرف، والتعريف بتاعها هي الزاويه اللي بترفع الرايش. ريك اللي هو الجروف زي بتاع اللي هو بتحطه في الارض ويشيله كده، هي الزاويه بتاعه تعريف اللي هو ايه؟ دايركت كونتاكت مع التشيك. الكليرنس انجل هي الزاويه اللي انا عاملها علشان افويد الكونتاكت مع الورك بيس واقلل او اعمل مينيمايزنج للكونتاكت اللي هي اخليها بس محصوره في انها تكون سنجل بوينت او نقطه ما يبقاش فيه احتكاك. التيب انجل او الليب انجل اللي هي الزاويه بيتا هي الزاويه اللي بتسابه ما بين ال 90 ناقص الفا وجاما اللي احنا عايزين نزودها علشان نخلي القلم يتحمل. والفا زي بيتا زي الجارة بتساوي 90 درجة. نفس الكلام اللي بيقوله تو سبنت التول تاب، انت عايز تزود مين؟ البيتا. وزيادة البيتا ما تجيش غير على حساب زاد نقص الالفا والجارة. جميل. مين اللي اقدر اجي عليه اكتر فيهم؟ اللي اقدر اجي عليه اكتر فيهم ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف. الجارة دي شكل الجارة وهي بوزيتيف هو 90 درجة. ده شكل الجارة وهي زيرو، وده شكل الجارة لو عدت الزيرو بقت بالنيجاتيف. كومن قوي الجاما نيجاتيف. ليه الكلام؟ لان ليه تاثير رهيب على الاسترينث بتاع القلم. يعني لو بصيت كده دي مديالي فيري ويك تيب، دي تيب معقوله، دي سترونج تيب لما تكون الجاما بنيجاتيف. طب الاسترينث دي جت منين؟ تعالوا بصوا لي هنا. شايف القطع هنا عامل ازاي؟ البريشر ده دايركتلي على السطح المائي. لو مشيت مع خط البريشر ده هتلاقي ان المنطقه الافكتد الاسترس هي المنطقه دي. اتس تو ايزي تو بريك ات وتتكسر. حلو قوي. تعالى لي بالتالي، ادي المنطقه دي وادي الالم وشه مقلوب، ادي الفورس اهي. تعالى امشي كده مع الاسترس بتاعتي شوف عديت قد ايه ماتيريال من الالم سندات، كل دي سندات. فاذا الالم ده الاسترس بتاعه اعلى كتير جدا من الالم ده. ده بيستخدم مع البريكنج ماتيريال او الطف ماتيريال، ده بيستخدم مع السوفت ماتيريال او الاقطاع الماتيريال. هنعمل الكلام ده بعدين. الدنيا ما بتمشيش ان وان واي، الحاجه تدي لك اوبشن في حته تدي لك ديس ادفانتج في حته.
ده بيطلع سوبر ساتسفاكشن، ده بيطلع باد ساتسفاكشن غير مقبول. اوكي ليه؟ لان الرايش هنا هيطلع كونتينوس فالفينش هيطلع حلو، الرايش هنا هيطلع انترميتنت او ديسكونتينوس وبيطلع لك السيرفيس سيء. خلاص الناس بتاخد الاوبشن من ده وده، يقعد يشتغل بده ويشيل ماتيريال ولما يوصل للوش الاخير ها يعمل الم فينش. عشان كده كانت مصطلح الم رافنج والم فينش. اوكي الزاويه اقل في كل الاحوال اقدر اقللها، واقل حاجه اقدر احلم بيها هي 5 درجات مثلا، ده يبقى رقم ثابت يعني. اقل من كده الدنيا بتبقى فيري ريسكي وما اقدرش اتكلم عليها. فهي بتلعب من 5 ل 15 واقل من كده صعب جدا ان انا اقل. طبعا كل ما بتزودها بتديك فينش احسن، لانك بتبعد من الفلانك ده خالص فبتقلل كمان من الاحتكاك، فده بيكون افضل بالنسبه لك في الفينش. جميل. ايه بقى الايفكت بتاع التول سيتنج؟ ان انا لو عندي التول الصح ان هي تتركب زي ما قلنا في المنطقه دي على الكوادرنت بتاع الدايره علشان الزوايا تطلع زي ما هي مسنونه زي ما الكتاب بيقول، الحته الفاضيه دي هي الجاما، الحته الفاضيه دي هي الالفا. طيب ايه اللي يحصل لو انت بتسن حصل شيفتنج اب او داون؟ يعني انا ده عين ملي او 2 ملي او 40 ملي او 2 ملي، ايه اللي حصل؟ مش هيقطع، مش هيقطع كل ملي. لا هيقطع لان دايما بتلف، بلاقي بالي بقول بيزنس ما فيهاش كلام. ها؟ ما هو ايه بقى بتلف كتر خير؟ ما هو لما ده يعلى شويه انا بقربه، يعني انا بتجاوز الكلام ده، ما هو لبسه كتر هظبطه مش مشكله. اوكي سامع؟ لو هو هنا ولابس برضه، يعني هو هيبقى لابس بس لابس على ارتفاع اعلى، ايه اللي هيحصل؟ ولو نزل لتحت ايه اللي هيحصل؟ بص لي في حاله من النوم. عشان كده انا راسمها كده، اي حاله دي تعتبر اسمها ايه؟ لو سيتنج صح؟ دي حاله اسمها ايه؟ اباف سيتنج. فروم يور بوينت اوف فيو، انجينيرنج بوينت اوف فيو، من غير اي اثباتات ايهما اخطر؟ الاباف سيتنج. اشمعنى؟ انا عيني اول ما جت على المنطقه دي ايه اللي حصل لها؟ ده هو ده الكونسترين بتاعنا. اوعى والالفا تبقى بزيرو هتوديك في ده صح؟ ما هو انا بدات اعمل كده. انت لو عينيت شويه كمان ساعات الباشا بقى تانجنت، تانجنت يعني احتكاك صفر مفيش قطع. اوكي؟ يبقى انا اللي بيخوفني مين؟ الاباف سيتنج مش البيلو سيتنج. هو طبعا الاثنين بيبوظوا الزوايا زي ما انت شايف كده كده الزوايا بتبقى محسوبه وسبيسفيك لخط التماس. لما انت تنزل تحت عايز اجيب خط التماس اجيبه ازاي؟ وصل من السنتر وعند نقطه التماس قطع عمودي بقى كده التانجنت، عند التانجنت ما زالت دي الفا وما زالت دي جاما. ايه اللي حصل لهم في البيلو سيتنج؟ الفا زادت بنفس المقدار ها جاما قلت، يعني الزوايا باظت بس لسه الحياه شغاله، لسه في قطع ما طلعش في ده يعني. هنا ايه اللي حصل لما طلعت؟ الفا قلت جاما زادت. انا هنا فيري كريتيكال، انت لو قلت كمان شويتين هتبقى زيرو، يبقى انت كده وصلت الى ايه؟ الى نهايه الدنيا بالنسبه لي. يبقى انا اللي ببص له هنا دايما مين؟ الالفا. هنا الالفا بتزيد مفيش مشكله، ما دام هنا الالفا بتقل يبقى انا هنا بالنسبه لي الدنيا كريتيكال. عشان كده قلنا المور دينجرس هي الاباف سيتنج. طب هاو تو ايفالويت قيمه التشينج اللي حصل ده؟ لو بصيت هنا انا في عندي مثلث ظهر كانت زاويته زيرو لما كان السيتنج ده مظبوط. المثلث ده لو كسبته تقدر تحسب الدلتا او التغير اللي حصل في الزاويه. ادي المثلث اللي قدامي لو حطيته على جنب ده كده الريديوس، دي الزاويه اللي انا عايز احسبها، ودي قيمه الاباف او البيلو سيتنج اللي حصل. لو بصيت ادي سيتا اللي عايزها، ده الشيفت اللي حصل، ده الار، اقدر من هنا اسوي سيتا ان هي الشيفت على الار، شيفت ساين، يبقى انت كده معاك السيتا. وانس ان انت معاك السيتا طلعت مثلا 3 4 درجات، يعني عمرها ما بتزيد عن كده. تشوف الحاله بتاعتك اباف ولا بيلو، تشوف الثلاث اربع درجات، لو اتطرحت من الفا تتجمع على الجاما، لو اتطرحت من الجاما تتجمع على الفا. من هو الحفظ عمل لها جدول وبرشامه، لو انت بتفهم ورسمت الرسمه دي هتقدر تعرف مين اللي بيتجمع ومين اللي بيتجمع. ونرجع نفتكر تاني الحاله الكريتيكال هي الاباف، لان الاباف ممكن في يوم من الايام توصلنا ان الالفا بتساوي زيرو. وانس ان الالفا بقت بتساوي زيرو 100% فريكشن ما فيهاش ايه؟ الشيفت فيرتيكال. في كل الاحوال الشيفت فيرتيكال. هو ايه تعريف الشيفت؟ القلم المفروض يركب كده. هو القلم رجل فوق كده ولا تحت كده؟ ما تبصش على الدايره دي، احنا في الاثبات عملنا ايه؟ بصينا على دي. الهايت من البوينت ديت وانت نازل فيرتيكال.
في كل الاحوال تبص على الشفت الراسي اللي هو الالم طلع ولا نزل. يعني انا ماليش دعوه بالدايل اللي هو لا 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 خالص. انا المثلث لما رسمت كده ونزلت راسي خدت المدال اوكي ونزلت راسي ماشي. هو لو قلت بس السر ما فيهاش اراب وبيلوس ماشي بس المشطه ما فيهاش اراب وبيلوس ده كان كله على الخراب ماشي. لو خرطه لو قلت بس نفس انت تعرف سيركت من غير ورك بيس انت تعرف خرطه من غير ورك بيس سيركت. يعني هو مثلا لو عايز تدخل اي حاجه خالص مش في اللي بيمسك الورك بيس نفسه كمان بنعمل مثلا السيركت من غير السيركت كان في اكتر من اللي بتمسك الورك. انا مش عارف انا مش مجمع. يعني مثلا لو واضح ان فيديوهات اليوتيوب كانت مبنى اللي هو اللي بيحطوا حاجه شكلها سداسي ويقعد يخرطها لحد حلو. هي مبدئيا ده ما يعتبرش ماشين اوبريشن لحد ما يوصل انه سيركل هو بيرزع. انت متخيل تتفرج على فيديو في اليوتيوب والباك جراوند ميوزك دي انت لو شغاله على مطرقه لما تبقى الساعه دي في 6 انش على ما تكسحها وتوصل سيركل انت في كل وحده ريفولوشن تمام بتسمع 6 خطوات بالظبط بالظبط كانك شلت فرد الكاوتش العربيه وحطيت مكانها كيوب ومشيت. انت متخيل الحياه عامله ازاي؟ نفس عدد الرزعات في كل لفه بتطلع معاك تمام. دي بيعملوها مع الخشب ومع الحاجات مع الخفيف بيعملها يعني على نطاق ضيق قوي. والقلم اللي هو شغال بيه اصلا انا مش هفكر في تاكل لان في دايناميك فورس جاي على القلم عرضه انه يتكسر اصلا من غير حاجه اوكي. فده بيوند الثيوري ده كده شغل فنانين احنا مش قدهم دول ده بس ناس بتحلم يعني ماشي. طيب الجزئيه الكريتيكال بالنسبه لي ان انا ممكن اوصل الى قدر في الاباف سيتنج يوصلني لايه؟ لزيرو الفا. ده اللي بيسموه الكريتيكال اباف سيتنج. لو وصلت له يبقى كده الدنيا باظت. اقدر اوصله ازاي او احسبه ازاي؟ ان الالفا الجديده هتساوي الفا ناقص سيتا. حلو؟ الفا الجديده دي لو ساوت زيرو يبقى الفا وسيتا اخرهم ايه؟ مساويين لبعض. يعني انت قعدت تعلى لحد ما السيتا ساوت مين؟ الفا. فطلعت الافكتيف الفا او الجديده بتاعت الالفا بكام؟ بصفر. احسبها ازاي؟ ان انت عندك الفا بقت بتساوي سيتا تشيل في القانون ده سيتا وتحط مكانها الفا يبقى انت من هنا تقدر تحسب قيمه الشيفت. مين هو الشيفت اللي انا بحسبه ده اللي هو بيساوي ار ساين الفا؟ ده الكريتيكال شيفت. ده لو طلع 2 3 مللي اعرف ان انت لو عندك اباف سيتنج فوق ال 2 مللي يبقى مفيش قطع بيحصل. اوكي؟ فدايما الناس اللي بتعمله ايه؟ بتحسب قيمه الكريتيكال شيفت علشان يبقى عامل حسابه ان لو حصل اباف سيتنج ما يعلاش قيمه الكريتيكال شيفت. يعني خلي الحته بتاعت زوايا الالم دي عشان نبدا فيها على طول ايه؟ المره الجايه. لان احنا هنشوف المره الجايه كده السيستم بتاع الاسقاط عشان نحدد زوايا الالم. واحنا مبدئيا ما عمرنا شرحنا احد المصات منهم اللي هو المصات التانية. ماشي؟ فاضل شويه مصات التانيين توتال المصات دي على بعض كده يديني زوايا الالم اللي احنا مفروض ندرسها. اوكي؟ ثانك يو فيري ماتش يا رجاله واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.